السلام عليكم، كيف الحال؟ يا هلا والله. السلام عليكم، اهلا بيك، الله يسلمك. مهند معاك، بن حموده للسيارات شيفروليه. السوبربان عندي رقم 2 حاليا. رقم 2 هو فعليا فيه كل مواصفات رقم 1، بس هو مش رقم 1، يعني الكروم، الكاميرات ال 360، الدعميه المرفعه طبعا دي بتيجي على رقم 2، رقم 1 يكون كامله، فطبعا دي تدخل البر. رنجات 20، دواسه ثابته، الكاميرات طبعا على المرايات، دخول ذكي على الابواب، النقاط العمياء على المرايات، تخشيب، سماعات البوز 4x4 كامل، العداد الديجيتال، الشاشة الكبيرة، الواي فاي والانترنت، الفتحة البانوراما، جلد مع تسخين، تلاجة بفريزر، شاحن لاسلكي للتليفون، الدبة الاوتوماتيك طبعا، الستات الستات الاوتوماتيك كلها، ده طبعا ما شاء الله المساحة كبيرة جدا، الشاشتين الخلفيتين للعيال. فهي رقم 2، كل المواصفات دي على رقم 2 مش رقم 1. رقم 1 بس الاختلاف ان الرنجات كروم، شبك كروم، لون الجلد مختلف، فيها 5 كاميرات بدل 4، وفيها تبريد في الكراسي. هي دي الفروقات الأساسية بينهم يعني، بس طبعا في فرق في السعر أحسن على الرقم 2 المتوفر عندي حاليا.